احنا الحمد لله رمضان ده يعني ايه تقريبا احنا ما حطيناش منيو خاصه بينا، لكن قدرنا ان احنا نجمع كل الحاجات اللي طلبت مننا علشان نعملها في شهر رمضان الكريم عشان ترضي حضراتكم. فاسمحوا لي النهارده احنا هنعمل اول وصفه وهي الستيك الريب اي. الريب اي ده من منطقه معينه كده في العجل، وبيبقى بين قطعه السن والانتر كات، وبيبقى شكلها بيبقى فيها جزء من العظم، وهي طبعا بتتظبط عند الجزار بشكل معين زي ما حضراتكم شايفينها كده. ومن المناطق الحلوه جدا اللي يعني ناس امزجه ليهم في اللحمه يقدروا ياكلوها بشكل جميل. وهنعملها بطريقه بسيطه جدا اللي هي نقدر ازاي نتبسط بطعم اللحمه نفسها. هننزل اول حاجه بالمقادير، عندي قطعتين او قطعه من ريب اي، وعندي واحد معلقه من الزبده، ومعلقتين كبار من زيت السمسم، وكمان فصين ثوم، اثنين عود روزماري، وملح وفلفل. هنقدمها مع رز ابيض او جاسمين رايز زي ما انتم عايزين. احنا هنعملها بطريقه بسيطه اتمنى رب تعجب حضراتكم، ونبدا فيها نقول بسم الله. اول حاجه لازم اسخن البان قوي قوي علشان انا عايزه احط الجزء او شريحه اللحمه. اولا في حاجه عايزه اقولها لحضراتكم، معلومه، هنا في جزء فيه دهون، هي في بعض الناس شويه بتقل معاهم في الحجم لما بيجوا يسووها، فانتوا لو الجزء اللي هنا هو هنا بس انا عندي عظمه عشان هي مقصوصه انا واخداها من الجزء ده، لو هي فيها جزء كده في دهون نقدر نشرحها كده بسيط بالسكينه شويه، بتحافظ على انه انسجه اللحمه ما تضغطش قوي بشكل وتكش بشكل قوي. خلينا نقول بسم الله الاول، نحط الزيت كده وهبدا احط قطعه الريب اي. بسم الله، وهبدا معاها مكعبين الزبده عشان ما تتحرقش كمان الزبده. تعالوا بقى كده ايه هنا، وطبعا هنقلبها بس ايه احط معاهم كده الروزماري. انا الحقيقه بحب احط شويه معاهم كده، وهحط كمان من الاعواد بتاعه الروزماري معاها، تدي تيستو حلو قوي، والروزماري بيليق مع اللحمه جدا جدا الحقيقه، وبيليق مع الفراخ كمان. خليني اخد كام فص ثوم معايا هنا، بيدوا طعم يجنن. الفرن انا بسخنه عندي فرن 180، هبدا كده ايه خليني اعرف اقلبها. بسم الله الرحمن الرحيم، احنا عايزين نعمل كده ونقفل المسام من هنا عشان تبدا تحتفظ بالسوائل كلها اللي جواها بشكل لطيف كده، وتبدا تنزل. بصوا حضراتكم الجوس بقى بتاع اللحمه بقى اللون جميل ازاي، وبعدين تدخل الفرن. الله 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 الله، بصوا بقى اللون بدأت بقى تنزل عصارتها الجميلة فيها شوية شوية، وبعدين هاخد الفان دي، أو لو هي تسمح إن أنا أدخلها الفرن هدخلها على طول، ما سمحتش هحطها هنا علشان أقدر أدخلها الفرن وتاخد وقتها وتبقى محافظة على السوائل بتاعتها. هينزل معاها صوص خفيف شفاف، ده الصوص بتاعها الجميل بطعم اللحمة أو شريحة اللحمة الريب آي عشان تستمتعوا بيها. ممكن بقى دلوقتي نشيلها نحطها هنا. بسم الله، انا هرفعها بعد اذنكم. ممكن اوكي هروح هنا وهرفعها هنا كده، وهنصب ده كده، وهندخلها الفرن. هسيبها بقى تاخد وقتها في الفرن عادي جدا جدا، وممكن نغطيها لو انتوا حابين. بسم الله، هي عموما مش هتحتاج تاخد وقت طويل قوي، 25 ل 35 دقيقه على حسب تخانه قطعه اللحمه نفسها او الستيك نفسه، ونشوف بعد كده هنعمل ايه. انا الحقيقه عايزه اعمل دلوقتي شويه خضار سوتيه لطيف وظريف، وهنعمله بطريقه نحافظ بيها على
الفيتامينز اللي موجودة جوه الخضار اللي هنستخدمه. بس الأول عندنا معلومة كده عن اللحمة، خلينا ننزلها. ننزل معلومة اللحمة اللي عندنا الأول نتكلم عنها عشان نتأكد من أنه اللحمة دي جيدة وكويسة ونقدر أن احنا نتعامل بيها. طيب عندنا للمعلومة بتاعتنا لازم تكون لون اللحمة وردي أو يكون العظم أبيض. كمان خصلات الدهن دي متوزعة بالتساوي، لما تشوفوا كده قطعة اللحمة تحسوا أنها ماشية مع بعضها تمام وبيضة في أنحاء قطع اللحم نفسه. ونتجنب طبعا أن احنا نشتري لحمة تكون لونها اتحول لأحمر غامق أو اتحول لبني داكن، كده مش هتبقى حلوه، ده يعني ان كده اللحم ده مش كويس، او لحم الحيوان نفسه يكون كبير السن فهياخد وقت في التسويه كتير جدا. هننصح بقى ان احنا نشتري قطع اللحمه كبيره ونقطعها في البيت عشان نحتفظ بالعصاره بتاعتها، او لو احنا هيبقى هناخدها وهنروح نحتفظ بيها في الفريزر على طول يبقى تمام. طيب هنبدا بقى دلوقتي في وصفه الخضار السوتيه. هبدا اقول المقادير اللي عندي الخاصه بالخضار. الخضار السوتيه عندي منه جزر، وعندي كوسة متقطعة، أهم حاجة نقطع الخضار قريب من بعضه. جزر، أصابع كوسة، أصابع بروكلي وفاصوليا خضراء. عندي بطاطس متقطعة أصوابع برضو، كوباية من البسلة لو حابين. هستخدم معلقة كبيرة من الثوم المفروم، زيت زيتون ومع معلقة زبدة، عصير ليمون وروز ماري وملح وفلفل. طيب هنبدأ نعمل إيه في الخضار؟ أنا هنا مسخنة مية زي ما حضراتكم شايفين كده، هنزل فيها الخضار بتاعي بسم الله. والخضار ده هديله كده ايه، هنزله بالظبط دقيقة وهطلعه، انا مش عاوزاه اكتر من كده. طيب خليني الاول اخد كده الجزر بسم الله الرحمن الرحيم، وبعدين الفاصوليا والبروكلي عشان احافظ عليه. لازم يبقى عندي بوله فيها ميه بتلج علشان اقدر احتفظ بلون الخضار نفسه، يكون اولا بوقف الطهي بتاعه يعني ما يبقاش سخن، ان كل ما هو سخن كل دي كده هو بيستوي، انا عايزه اوقف انه يفضل سخن، فعايزه انزله واعمله تشك في ميه بتلج علشان اقدر احافظ على لونه وعلى الفيتامينز اللي موجوده فيه واوقف الطهي بتاعه. وادي الكوسه، وهنبدأ بقى البطاطس طبعا أنا حاولت أحط الحاجات اللي بتاخد شوية تسوية لتحت والحاجات اللي ما بتاخدش تسوية كتير لفوق، أهو تقليبة كده خفيفة، هسيبهم لمدة دقيقة وبعدين هبدأ أطلعهم، لأن أنا هنزله بعد كده هعمله في معلقة زيت وزبدة. أنا هسيبه الدقيقة دي بالظبط كده، أنا هقفل عليه كده دقيقة واحدة، وهنرجع إن شاء الله بعد الفاصل هننشل الخضار ده من المية، حطه في بولة المية بالتلج زي ما حضرتك شايفين كيبس التلج أهي، علشان أوقف التسوية ونشوف بقى الخطوة اللي جاية هنعمل فيها إيه، لكن بعد الفاصل مستنية حضراتكم. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره تانية بعد الفاصل. قبل الفاصل احنا قلنا هننزل الخضار السوتي دقيقه واحده بس في الميه اللي بتغلي، رفعناه في الميه الساقعه اللي بتلج وبعدين صفيناه. شايفين لونه يجنن ازاي، احنا كده احتفظنا بيه، هو لسه استل هتلاقوه شويه ايه بيقرش معانا، واحنا في الاخر هنديله تاست حلو قوي بشويه زيت بسم الله ومكعب زبده للي بيحب طعم الايه الزبده فقط لا غير، وشكرا. وتعالوا بقى نحطه هنا ونبدا بقى ايه ناخد سنه بس صغيره، فص ثوم صغير يدي تيست حلو وطعم حلو، وهبدا انزل فيه الخضار بتاعي اللي احنا صفيناه كده شويه شويه. بصوا بقى الريحه تجنن، هنضيف عليه كمان شويه من الروزماري، والروزماري بيدي طعم يجنن مع الخضار السوتيه. بصوا كده بسم الله، شايفين بقى لون الخضار يجنن ازاي،
محتفظ بالاخضر بتاعه وكمان بالفيتامينز اللي فيه، يعني نسبه الفيتامينز اللي فيه احنا ما فقدناهاش. ودي على فكره الطريقه الصحيحه لعمل الخضار السوتيه لو حابين نعمله. هما بيتعمل كده في المطاعم، وبينزل الاول في بلانشي كده ميه سخنه، وبعدين بيطلع على طول يتاخد على الطاسه ويتعمل لي معلقه الزبده وياخد الطعم بتاعه. هنقدم معاه كده شويه من الروزماري الاخضر الفريش زي ما حضراتكم كده شايفين، وايه ونقلبه يا دوب بس يدي تاست حل، وبعدين هنقدمه. مش بنشوحه كتير ومش بنقعده فتره طويله. تعالوا بقى نقدم كده ايه الخضار الحلو ده في طبق من اطباقنا الجميله اللي يكون هنا. ممكن نقدمه على طبقين حلوين كده، ونشيل بقى البال دي هنا ونقدم كده. بسم الله. طبعا قبل ما بناكل بنحط معاه ايه عصره من عصير الليمون، وهناخد كده لوش. وتعالوا بسم الله كده بنقدمه بقى جنب الريب اي، وهوريكم شكله كمان دلوقتي لما هيطلع هيبقى شكله يجنن ازاي. طعم الزبده والروزماري بيدي طعم حلو، شايفين شكل الخضار ولونه جميل ازاي اهو. وصحة وهنا على قلب حضراتكم. دلوقتي بقى هننزل طريقة لطيفة جدا هنعمل بيها عصير سريع جدا، وهو عصير البطيخ. عصير البطيخ عموما البطيخ من الحاجات الجميلة جدا لكل الناس تقريبا، مفيش حد بيختلف عليه. وننزل بمقادير بقى العصير عشان نقول لحضراتكم هنضيف ايه لعصير البطيخ. هنقول هنفترض ان البطيخ بقى عندي بطيخة وأنا مش عايزة أكلها، أو طريت أو حتى طلعت طعمها مش قوي، يعني نسبة الحمار بتاعتها مش قد كده. هنعملها في عصير جميل نقدر نشربه في رمضان على مائدة الإفطار، وهيبقى برضو من الحاجات المفيدة جدا. طيب تعالوا كده ننزل مقادير ونشوف. عندنا بطيخ مكعبات، وعندنا مكعبات تلج، وعندنا كمان مية غازية. ممكن تنفع قوي مية غازية بالليمون أو من غير حاجة نحط مية عادية وعصير ليمون. طيب هبدأ كده، أنا هنا هقدم بس الخضار السوتيه بتاعنا ده، نحطه هنا بسم الله. وهناخد بقى الكمية الجميلة دي من البطيخ. أول حاجة هناخد كده كمية بس من التلج، من التلج اللي احنا حاطينه شوية صغيرين بس تدي كده طعم. خلوا بالكم البطيخ فيه نسبة مية كبيرة، فاحنا مش عاوزين نكتر التلج. وبعدين ضروري يتقلب جدا قبل الاستخدام، يعني قبل ما نستخدمه هنقلبه. انا بس ايه هنزل شوية كده بالراحة عشان انا مش عايزة يبقى كتير. وطبعا كمية البطيخ على حسب عدد افراد الاسرة، وده يعمل جار حلو كبير والدنيا هتبقى لطيفة جدا كده. ممكن تشيلوا منه البذر، وانا افضل نشيل البذر الاسود، لو اتبقى البذر الابيض مش مشكله مش هيضر، ونقدر نصفيه بعد كده. وكده كده البذر الابيض بيكون سهل جدا في انه يتضرب في الخلاط. نسبه السكر دي ترجع لكم، ممكن تبقى نقطه كده واحده من عصير الليمون. وخلينا نقلب كده نشوف في الدنيا فيها ايه. بسم الله. اوكي بسم الله. ننزل كده. نزقها بس كده بالسباتولا سريعا عشان توصل لحد السكينة بتاعة الخلاط. بسم الله.
هنبدا بقى نفك كده الخلاط ونصب. انا هنا ما حطيتش سكر لان اوريدي البطيخه دي مسكره جدا. بعد ما هنسيبه شويه في الثلاجه، لازم يتساب شويه في الثلاجه عصير البطيخ، وهتلاقوا لونه اتغير، بمعنى اللون ده بقى ايه، احمر داكن شويه وكده، عشان فعاليه عصير الليمون اللي احنا حطيناها. وعملنا كده عصير بطيخ جميل منعش وبرده خفيف وايه رائع على مائده الافطار. تعالوا بقى دلوقتي نبدأ في وصفة جميلة جدا، وصفة تانية لطيفة جدا، هي وصفة خاصة بالكنافة. الكنافة احنا طبعا في ناس بتحب اساسا الكنافة دي تعملها بأكتر من طريقة، احنا النهاردة هنعملها بطريقة سهلة قوي، ولكن هنرجع بعد الفاصل نبدأ في الكنافة بتاعتنا، مستنية حضراتكم. اهلا مشاهدينا الكرام مره ثانيه بعد الفاصل. انا طبعا طلعت الريب اي، بصوا كده الريب اي عامل ازاي، ريب اي روعه، وادي الصوص اللي نازل معاه، طعم اللحمه هتستمتعوا بيه جدا. خلينا بقى ايه ممكن نقدمها هنا، نقدمنا هنا طبقنا، بصوا الجمال. ممكن بقى ناخد القطعه الحلوه دي، واو ما شاء الله. ونقدمها مع الروزماري، ايوه، والفلفل بقى الاحمر اللي يجنن. والف هنا وشفا على قلب حضراتكم، هتتبسطوا بيه جدا. وطبعا هناخد شويه من الصوص الحلو ده، هنعمل كده على اللاستيك، بصوا. ونبدأ بقى دلوقتي ننزل طريقة حلوة للكنافة. يلا بسم الله، حط هنا ونبدأ بقى في طريقة الكنافة. عندنا للكنافة، أنا هعمل هنا الكنافة الحقيقة محمصة، ولكن نقدر نغير في الطريقة زي ما حضراتكم حابين. يعني أنا عاملاها النهاردة سريعة، عشان اغلب اصدقائنا اللي بعتوا لنا قالوا لنا ارجوكم استخدام الكنافه المحمره. طيب عندي نص كيلو من الكنافه، عندي شوكولا قابله للدهن، وعندي كمان شربات تقيل او عسل، مكسرات مشكله ايا كان اللي موجود عند حضراتكم، بندق او فستق او عين جمل اي حاجه، وكريمه مخفوقه متضاف لها شويه من الشوكولا اللي هي القابله للدهن. طيب انا هجيب كده بايركس وهحط فيه، هعمل كده ايه حاجه سريعه زي ما عملنا كنافه المانجا، بسيطه جدا وسهله، والطعم كله هيبقى في تحميصه الكنافه اللي احنا حمصناها في البيت مع بعض. دي الكنافه المحمصه، بصوا، بعدين لازم نصفيها زي ما اتفقنا كده اهو. وبعدين هنعمل روزتات لطيفه جدا من الكريمه، الويبنج كريم مع الشوكولا القابله للدهن، علشان تبقى الحشو بتاعها واخد من طعم الشوكولا. قبل ما هقفل هنا في النص هعمل كالاتي، هاخد كده بشوكه خفيف قوي عشان انا مش عايزه كفايه طعم الشوكولاته، هاخد كده على الكنافه والكريمه، بصوا، من العسل، بسيطة جدا يا دوب نطعمها تدي طعم بس مع الكنافة. وهنكمل روزتات كده جميلة زي ما حضراتكم شايفين اهو، وهنطلع ب ممكن هنا نحط شوية كمان من المكسرات، بسم الله، تبقى هنا في النص، على اعتبار انه ما تبقوش واقفين طول الوقت بتعملوا حاجات في الفرن على طول مخبوزه مخبوزه مخبوزه. خليني بقى اخد كده شويه، افتح هنا بس الجزء اللي فيه الشوكليت اللي هو القابله للدهن،
واقطعهم كده بينهم في النص هنا هنا. عشان يبقى فيه تيست من الشوكولا. وبعدين هاخد طبقه الكنافه الثانيه. بصوا بقى، وهنحط عليها برضو معلقتين ثلاثة كده من العسل أو الشربات أو القطر التقيل. ودي من ضمن الحاجات اللي برضو حشواتها محببة جدا لينا، ممكن تتعامل بقى في كاسات انديفيديوال كده صغيرة، كل واحد ياخد الكاس بتاعه أو الكاب بتاعته، وممكن تتعامل حاجة كبيرة كده وتتقدم زي ما حضراتكم شايفين. وهنعمل لها برضو الروزتات ال دي كريمة، بتضاف لها شوية معلقتين أو ثلاثة من الشوكولات اللي هي قابلة للدهن زي ما حضراتكم شايفين كده، تدي اللون والدرجة اللي حضراتكم شايفينها دي. وهناخد كده شوية من المكسرات. أوكي، وخليني أخد شوية من معلقة العسل اللي احنا حابينها دي بس كده من بعيد. بصوا، عشان ندي بس طعم للكنافة كده. الله. و هناخد بقى من الشوكولات اللي هي اللي احنا بنحبها كلنا اكيد، انا ما حبيتش اكتر منها. تاني ممكن بقى نرش رشة كمان من المكسرات بسيطة قوي، فستق مثلا وليكن عشان تبان معانا كده كده. وتاكلوها بالهنا والشفة، ممتعة، وبرضو نسبة الشوكولاتة فيها مش كتير علشان احنا حطينا نسبة من العسل. تسلموا حبايبي. ودلوقتي يعني هنقدم بقى الطبق بتاعنا. طبعا اتمنى يا رب انه الوصفه دي تكون نالت اعجاب حضراتكم وتكون بسيطه وسهله وتجربوها، وان شاء الله يا رب تبعتوا لنا بقى الحاجات الحلوه، التطبيقات الشيك اللي حضراتكم بتعملوها، وطريقه التقديم الجميله اللي بتعجبني جدا الحقيقه في البيت. بحس كده انه السيدات ما شاء الله عاملين طريقه برزنتيشن عرض رائعه جدا حتى في البيت، ودي حاجه الحقيقه بتسعد جدا الاسره وبتخلي العين شويه تبقى مبسوطه وهي بتتفرج على الاكلات الحلوه دي. النهارده عملنا الرز الجاسمين رايس، وعملنا معاه الستيك الريب اي، وعملناه بطريقه بسيطه جدا. عملنا الخضار السوتيه على اصوله زي ما بيقولوا، لانه الخضار السوتيه ده مهم قوي ان احنا نديله دقيقه في ميه سخنه مغليه، يطلع على ميه بتلج، نوقف التسويه، وبعدين نحتفظ بالفيتامينز والخضار بتاعه، ونديله معلقه الزبده وزيت الزيتون والمنكهات. وعملنا عصير البطيخ وما حطيتش فيه اي نوع من انواع السكر، اكتفيت بالسكر اللي موجود جوه البطيخ، بس عصره ليمون صغيره. وعملنا النهارده الكنافه الحلوه دي بالكريمه بتاعه شوكولا القابله للدهن، وزيناها بالشوكولا القابله للدهن مع المكسرات والعسل. اتمنى يا رب ان الوصفات النهارده تكون بسيطه ونالت اعجاب حضراتكم، وتعملوها في البيت وتبقوا مبسوطين بيها، ومش محتاجين تطلعوا في اماكن بره ناكل، لانه وقت رمضان انا يمكن من الشخصيات اللي صعب قوي اطلع افطر في رمضان، انا عندي اعمل الحاجه اللي احنا عاوزينها في البيت ونتلم كلنا او من بيوتنا، ونتبسط جدا جدا ان احنا ملتفين حول سفرة واحدة في نفس التوقيت، في نفس الوقت بندعي، في نفس الوقت بناكل مع بعض، وبعدين بنصلي مع بعض التراويح. دي حاجة جميلة الحقيقة. اتمنى دايما يا رب ربنا يجمع حضراتكم على الف خير وصحة وسلامة مع اسركم واصدقائكم وكل محبيكم، واتمنى دايما اسمع تعليقاتكم الراقية، وبيسعدني جدا متابعة حضراتكم وشرف لي متابعتكم دايما. اتمنى اكون عند حسن ظنكم. من هنا الحلقة جديدة، اتمنى من الله ولا يقدر على الله أشوف حضراتكم من خير وصحة وسلامة وسعادة، والسلام عليكم.